يمثل العميد عبد الرحمن المشحن من قيادة أمن المسجد النبوي صورة من صور التنظيمات الأمنية التي تعدها السعودية لزوار الحرم النبوي، فكل الأروقة هنا تخضع لرقابة عزم وحزم وتسهيل وترحيب. تتشرف القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف بخدمة زوار المسجد النبوي من خلال كثير من الأعمال، سواء كانت النواحي الأمنية أو النواحي التنظيمية أو النواحي الإنسانية. يترجم المشحن رسالة الأمن العام في رؤية عصرية تتناغم مع الحشود الزائرة للمسجد النبوي، فباتت كل الخطط المعدة هنا جزءاً من منظومة متكاملة بشرية وتقنية لا تكاد تخطئها الأعين ولا الأفئدة. بداية كل عام نقوم بعقد ورش عمل مكثفة للعاملين من رجال الأمن، الهدف منها تطوير العمل في الحرم النبوي الشريف، تطوير خدماتنا لزوار المسجد النبوي الشريف. يوجد المقدم عبد الله الحربي من قيادة أمن الحرم النبوي محاولة منح العدالة في تنظيم رواد الساحات التي تفرد مساحاتها لهم وتحيط المسجد كواجهة يختارها الزائر عبادة واسترخاء. جميع الزملاء يعملون في الحرم النبوي الشريف شرفهم الله في خدمة هذا المكان الطاهر، وكذلك شرفنا الله في خدمة هذا المكان. نعمل لأجل راحة الزائر والمعتمر ومرتدي المسجد النبوي الشريف. يحيط المسجد النبوي وجنباته كتلة جسدية من رجالات الأمن كبنية واحدة في تنفيذ العمل، تتوزع في المهام وتشترك في الهدف بأعداد تفوق آلاف الأفراد. من داخل المسجد النبوي، خميس الزراني، العربية.